طيب، كل هذه عناوين كبيرة وربما تدعم وجهة نظر معينة عن الشأن الإيراني، خاصة التظاهرات، ولكن دعنا نستقر التظاهرات مرة أخرى. شابة اسمها مهسا أميني أخذتها شرطة الأخلاق بعد فترة، قتلتها تحت إطار التعذيب. هذه الفتاة من منطقة اسمها سقز. سقز قامت بالانتفاض، ومن بعدها خرجت سنندج وكثير من المناطق مساعدة لهذه الفتاة. المناطق الكردية بدأت في التظاهر من أجل الاعتراض على ما يحدث لهذه الفتاة، حتى أنهم كانوا يريدون تغيير اسمها الكردي إلى أميني، مهسا أميني، حتى لا يكون هناك نوع من أنواع القومية الكردية. بعد ذلك صارت إيران من كل المحافظات. هل من الممكن اتهام هذه المظاهرات أن هذه المظاهرات لا تريد إسقاط نظام الملالي؟ نظام الملالي بالواقع هو صحيح أن المستهدف الأساسي له هو أبناء السنة، لكن نظام الملالي ظلم كل الشعب الإيراني بكافة فئاته. حتى الشيعة الإيرانيين بداخل إيران شعروا أيضا بهذا الغبن. يعني وجدنا التظاهرات السابقة في 2019 ولا في 2017 أو حتى التي سبقتها، كانت معظم هذه التظاهرات هي عبارة عن تظاهرات مطلبها غالبا بالغالب كان اقتصاديا، يطالب الإيرانيين بأن هذه الأموال التي تصرف خارج إيران وأموال كثيرة وفيها دعم جيوش، نحن أولى بها كشعوب إيرانية. ففئات الشعوب الأخرى طبعا هي عانت، سواء اقتصاديا سواء تعليميا سواء كذا، لكن إذا عدنا حقيقة للاستقراء بشكل علمي وواقعي أكثر، نجد أن ما وصلت إليه إيران من تطاول على الدول قبل هذه الحركات الداخلية، ما هي إلا جزء من خطة كانت مرسومة بشكل متكامل. يعني لا نقول أن خططهم طبقت وهم رجال معجزات، لكن حقيقة على الأرض العربية طبقت تماما، والخطة نفسها بالتوازي كانت تشير إلى أبناء السنة في الداخل. والإشارات التي لاحظنا سواء على مستوى التغيير الثقافي، يعني أحيانا قد مظهر الشباب قد لا يكون ملتزم، قد يكون كثير من الشباب الحاديين، لكن أقول أن الشعب الإيراني بشكل عام هو عانى معاناة شديدة جدا، فمن الطبيعي أن يتحرك. يعني هذه التظاهرات في سياق طبيعي، كتظاهرات في ربما تظاهرات في سياق طبيعي، لكن أنا أقول قطف الثمر سوف لن يكون طبيعيا.